افتكر يا فيصل، حسيح في العالم العربي ده كله عبر تجربته الغنائية المعاصرة دي، في زول رامي وغيرهم وكده، في بكون زول كتب أغنية ولا زي الأغنية دي؟ أصلا أنا أعتقد أنه ميزتنا الأساسية في الغنية السودانية هو الشعر الغنائي. أنا أعتقد أنه الشعر الغنائي السوداني متقدم جدا على رصيفاته من الدول الأخرى. في إشكاليات في السمع الموسيقي، في اختلاف الذوق الموسيقي يمكن خلى الأغنية الخماسية دي ما مسموعة عند الوطن العربي، لكن الناس لو سمعوا كلمات الأغنية السودانية لكن قدروا أن يسمعوها يوم ما. بالتأكيد بالتأكيد. بشير كلمنا يعني عن بازرعة. والله بازرعة طبعا هو طبعا ده مرجحكم علينا يعني. بازرعة من نقول أي مدينة برمان نقول مدني الشعراء الذين كتبوا شعرا واتيح لهذا الشعر أن يظهر للناس ويغنى ويطرب الناس. وبازرعة إنسان مرخف ومثقف وحساس، وهو من يعني الأصول اللي جات من سواكن، وسواكن كان فيها حضارة. يعني محمد سعيد بازرعة اللي هو أبوه كان في سواكن وجاء لبرتغال، وبازرعة اختلط يعني بالداخل في السودان، يعني قرى هنا في السودان، قرى في وادي سيدنا، واختلط بعدد كبير من الناس الشعراء الموجودين هنا ده. اختلط بأم درمان. اختلط بأم درمان. أنا بدل أقول له اختلط بأم درمان لأنه ما أنا حكاية أم درمان. لكن جاها مليان. حكاية أم درمان. جاها مليان. خافوا منها. فيها الرأي. ما جاء فاضي. فهو هنا بصم بإبصام مرهف الشعب يعني. رجل محب، رجل مثقف، رجل يعني عنده إحساس بالكلمة وإحساس بالنغم، لذلك يعني كل الأشعار بتاعته ممكن تغنى، يغنيها الناس لأنه هو عنده هذا الإحساس. وهو يعني من يعني انا بذكره دائما بشاعر اخر عنده نفس الصلات اللي هو علي احمد باكثير. يا سلام. علي احمد باكثير في القاهره ده بتاع يوم البحيره. علي احمد باكثير في القاهره من نفس المنطقه اللي جاء منها بازرعة. نعم. وعاش هناك واثر هناك. لكن يا اخي نحن برضو يا دكتور بشير عندنا علاقات عجيبة بالحضارة مديل جدا، لأنه طبعا هو الفصل بيناتهم والبحر، يعني ناس جيران. نعم. وبعدين من قديم الزمان هم كانوا في بيتصلوا بالسودان. بعدين عندنا نحن حضاري ويمانية، يمن شمالي ويمن جنوبي. نعم. والاثنين بيختلفوا اختلاف كبير، يعني تجد التجار الكبار من اليمن الحضرمي ده، والتجار الصغار والعمال من اليمن التعبان الشمال، لكن كلهم بيعيشوا في 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 منطقه بتاعت محبه بالنسبه للناس. انا داير اقرركم كده. نعم. داير كنت اقدم اعتراف، انت اولاد ختميه كده جدا. اي ونحن ما عندنا اعتراض على القصه دي، لكن انا عندي ملاحظه خاصه انه الشعر السوداني والأدب السوداني ده عملته الجبهة الاستقلالية. يعني مثلا كل شعراء الحقيبة ديل ولدوا كده شعريا تحت رعاية السيد عبد الرحمن، والشعراء الكبار ديل كلهم محمد أحمد محجوب والتيني والكده كلهم كانوا من الجبهة الاستقلالية. من الحاجات الغريبة جدا أنا اكتشفتها فجأة إنه بازرعة كان بيكتب في جريدة النيل والأمة، لأنه علي بازرعة كان مسؤول حزب الأمة ودائرة بور سودان. في تقدير شديد من الجبهة الوحدوية كده، أو بالتحديد الختمية في رعاية إدارة الثقافة والفنون دي. القصة دي فكرت فيها يا فيصل؟ أنا ما رابطة باتحادين الاستغلاليين السودان، يعني أنا لأنه طائفة الأنصار أكثر سودانية، ديك أكثر أممية وشرقية. لا ما أعتقد ذلك. أنا مفتكر أن المسألة ما مربوطة باتحادين الاستغلاليين، مربوطة بشخص السيد عبد الرحمن شخصه، لأنه السيد عبد الرحمن كان رجل منفتح وكان عنده هذا الأفق.
استاذنا محجوب محمد صالح مثلا بنرجع لحكايه التنين. السيد علي ذاته كان زول مثقف يعني، ما لا اكثر انفتاحا السيد عبد الرحمن، طبيعه السيد عبد الرحمن كان منفتح على الشعراء وعلى الفنانين، ما عنده علاقه باستغلال ولا عنده هاي. علاقه بختميه ولا عنده لا علاقة. انا بس يعني انا جائز تكون الرعايه يعني، لكن لا يمكن ان نقول انه الشعر لا من حيث العضويه، من حيث العضويه لا من حيث العضويه لانه عندهم المال. لكن انا بفتكر انها مربوطه بالشخص يعني السيد عبد الرحمن وليس بالضروره بالافكار. الشعراء السودانيين شعراء الحقيبة اللي مشوا للسيد عبد الرحمن وبدال يدخل قال له دخلت اثنين من النصارى الى الاسلام وهو قال له طلعت ولدك طلع اثنين، فالمال يعني يمكن يكون له اثر لكن مش في 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 هي القصه دي دار لا يعني دار لا قرايه في خلق في خلق يعني بازار عاد برضه قلعنا منكم مش كده لا وبعدين ابو محمد كان مع عبد الله خليل في الوقت ذاك يمكن اقل ابو حامد كان مع عبد الله خليل يعني فما ما عنده علاقه كبيره لكن الرعايه انت جايز نحن نقول والله انه الاستغلاليين كانوا يرعوا يعني محمد احمد المهدي مجذوب يعني قال قصائد في 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 السيد عبد الرحمن المهدي وافتكر انه الانصار يعني حيث الندى حيث الشعر لكن احنا هسه الزمن ده لا في شعر لا في ندى يعني احنا لسه في دائره بازرعه يا ناهد يعني انا افتكر انه لازم تكون في ملهمات يعني انا افتكر بازرعه في ذهنه جمال الشرق والشرقيات وكذا. نحن على حد زمان في الجامعه بنقول ده البنات بور سودان. ما الذي يميز المراه في بور سودان قديما وحديثا؟ يعني انتم شايفينه في حبوباتكم واماتكم وزميلاتكم، هل هنالك سمات؟ هو الجماعه ده يتكلم عن سمات الانسان في بور سودان المواطن يعني، لكن دارين اشوف المراه في بور سودان على الاقل نساهم في انه الناس يعرسوا من هناك ولا شيء. احتمال نفس التمازج اللي تكلم عنه الاساتذه والدكاتره بتاع القبائل والشعوب الجايه من خارج السودان ومن داخل السودان والممتده من شمال السودان ومن يمكن من سواكن، كل المزيج دي هو مزيج اجتماعي قطعا انه بأثر في المرأة، فبالتالي اصبحت المرأة او يعني المرأة في بور سودان عندها ميزة او سمة دي اللي بتخلينا نقول لما كنت في الجامعة زي ما تفضلت وذكرتها انه ديل بنات بور سودان او ديل اولاد بور سودان، لنفس الخليط لنفس المزيج دي اتخلقت الحته بتاعت الثقافه والحضاره، فكانت هي الاسبق الى معرفه الموضات او معرفه الصيحات اللي ممكن تنتقل عبر حتى المينا وعبر الشعوب وعبر والانفتاح وكده. ففعلا خلقت هي في المراه سيمة معينه، وثم حتى التزاوج بين الشعوب والقبائل الموجوده دي فادت المراه في السودان او في بورسودان خلتها اذكى واجمل مش ممكن نقول وقت الانفتاح الناس نهيد لعبوا سله ولعبوا تنس ولعبوا مش كده كانت عجلات كان حاجه طبيعيه يعني طبيعي كان حاجه طبيعيه تنس تلعب باسكت سله زي ما ذكرت، فكان هي اشياء يمكن في باقي المدن السودانيه ما توفرت يعني الجو ذاته البيئه ذاتها والنشأت فيها المراه في بور سودان يمكن ما توفرت في باقي المدن السودانيه. يعني انتوا لما جيتوا هنا جيتوا خبراء اجانب تعرف مرة يعني والله طايف دكتور بشير ودخوكم يعني أول ما طلعنا ألوان دي وكذا اشتغل معانا عبد المنعم عبد القادر عبد الماجد الصحفي الشهير يعني، فكان عندنا صفحة تحت المحليات اسم الناس في بلادي ده سر. أنا بعرف بور سودان لأنه طوالي بيحكي لي عن بور سودان غير المعرفة العامة الجغرافية والتاريخية، فبقيت بعرفها بالتفاصيل لانه كل ما يقعد يحكي لي بيحكي لي عن بور سودان يقول لي يا اخي الترابي لما جو في الستينات وجعفر شيخ ادريس وياسين عمر الامام اول ندوه لجبهه الميثاق نزلوا مع جدي عبد الماجد وكان
وكان ماسك دار جبهة الميثاق هناك ويعني أي حاجة. أنا بقيت أعرف بورسودان يقول لي أول مدير للمينا حسن عبود أخو إبراهيم عبود. إبراهيم عبود ده محمد قول يقول لي لكن أسمع هو شايقي ما ده شايقي محمد قول وكذا. من الحاجات اللطيفة اللي بيحكيها لي أو هي نكتته فبقى الصفحة كلها عن بورسودان ما أخبر الناس فيوم في اجتماع تحرير كده واحد نعمل نقدي في الصفحات واحد قال الصفحة دي يا جماعة ما الناس في بلادي دي الناس في بورسودان. فمرة بيحكي لي قام قال لي يعني وهي يعني بتوري طبيعة الإنسان السوداني يعني كيف الناس بيتعاملوا مع بعض. قال إنه في لما حصلت لما قامت اكتوبر فقامت اكتوبر قام كان المقبول الأمين الحاج في السعوديه في رحله تجاريه وكان وزير التجاره انذاك هو تغلد من مصر. فقال لما جه هنا لقى مطار الخرطوم مقفول فقام نزل في مطار بورسودان فمشوا ناس بورسودان يستقبلوه. ففي واحد من كبار تجار بورسودان ده وواحد قيادات الاتحاد اسمه الريح ابو الحسن. فقام قال للريح ابو الحسن قال له يا اخي سوق معك في طيارتك دي شمام الشيخ ده واحد برضه من الاتحادين وكده زوجته قتلت هنا في ود نباوي الله يرحمه بخيت الحفيان قتلت في اكتوبر هنا سوقوا معاك يا اخي في الطياره. تخيل دي ثوره ضدهم يعني قال لي جدا قام ركبوا معاه في الطياره ركب عمك شمام ده وكده عشان يحصل البيكا بتاع بخيت الحفيان الله يرحمه كده قتل في اكتوبر. فساقوا في الطياره وجا هنا وبتاع قالوا الجماعه جابوا للمقبول دبابه لكن قالوا المقبول قبل ما يركب الدبابة قال له نجيبوا تاكسي لشمام ده حق الوفد بيت السودان. فالطبيعة بتاعت السودان أنا حقيقة دايركم تكلموني عن الجاليات في السودان الجاليات في بورسودان وأنا أفتكر إنه الذكرى دي حبيبة جدا حقه ما تسقط من الذاكرة السودانية اللي هم الهنود الجالية الهندية والحضارمة واليمانية والمصريين والشوام والأقاريق وكده. فحقه كده يا بشير انت كبيرنا في الجلسة دي والله. طبعا هم نزل زي ما ذكرنا قليل انه يعني معظم الأسر الكبيرة كانت مقيمة في سواكن وكان أعماله كلها تجارية في سواكن. فلما انتقلت الى بورسودان انتقلوا هم الى بورسودان وفي اسر عريقه في يعني مثلا من المصريين آل البربري وآل البربري دي اللي لهم اثر كبير جدا جدا في الاقتصاد السوداني. نعم يعني كل الاقتصاد بالنسبه للمباني بالنسبه للترحيلات بالنسبه للتوكيلات بالنسبه للاشياء دي كلها كانوا مستمعين لو هم أسرة مثقفة يعني عدد منهم خريجين جامعات في القاهرة. أي نعم يعني لكن بقوا سودانيين أولاد بقوا سودانيين طبعا بصفاتهم وطباعهم. ومن الأسر أيضا جايين من الحضارم البعبود ديل يعني برضهم من الناس المؤثرين أثر اقتصادي كبير جدا في بورسودان. البعشر عندهم ما فوت بوارث رجل الإحسان عبد الله صالح بعبود يعني بعبود أكبر المحسنين السودانيين يعني أهله كلهم أبوات ذاته أبو عبد الله صالح بعبود ذاته وسالم بعبود كلهم كانوا من كبار المحسنين. يعني أنا بتذكر محمد السيد البربري ده اللي هو البربري الكبير ده كان بيجي بورسودان وبيمر بالشارع بالدكاكين يعني في الجنائي. زمان كان في قرشين ونص دي اسمها الفريني الفريني وكانت عملة فريني الأبيض ده العملة الصغيرة دي جيبه ده مليان فرينيات وبيجي فايد بالشارع بيدخل يده في جيبه وبيخمش خمشة كده
ويدي الزول الدار يديه. يا سلام. ما بيعرفه 5 قروش 10 قروش 20، المهم جيبه ده مليان. الحكايه دي يعني بطريقته دي يوم قلت له فجاليات دي يعني هم في يوم زي ما ذكرت الحضارم واليمنيه والمصريين والهنود. الهنود اللي كانوا ايضا من كبار التجار ممردين بكل ناس دايران تجي من الهند ومن كلكتة ومن وين وبتاع بيجيبوها الهنود ديل بعدين استلموها منهم السودانيين بيقول ما انت وكلات وهم رجعوا لاهلهم لانه الهند ذاته بقت هنا. من الاشياء اللي انا بتذكرها واحنا في الهنود ديل يعني قبل استغلال السودان بسنوات كده ده الهند كانت استغلت الدكاكين بتاعت الهنود ديل كلهم رفعوا الأعلام بتاعت الهند في عيد الاستغلال. لما جاء سنة 56 كل تاجر من السودانيين مشى فصل له في سارية بتاعت علم وعلم وجوا علقوها في اللي ده. فدي أخذوها من أثر الهنود ديل. الأغاريق طبعا كان عندهم مهن معينة كده يعني يشتغلوا فيها وقاعدين فيها لكن كانوا مؤدبين وماسكين أدبهم وما بقلوا أدبهم العالي الزول فكل النازل حتى ما قام عليه النميري استفش. وفي كمان من الجالية الكبيرة كمان كانت في بورسان هم بيدخلوا تحت المصريين لكن أقباط يعني الأقباط تجار الأقمشة اسمها النوردي آي آي ديل برضو كان لهم أثر كبير في سوق بورسان ونقادة النقادة سوق بورسودان يعني هو بس تلقى ده هندي وتلقى ده مصري وتلقى ده شمالي. السير انا بس داير اقول انه السير شنو انه الجاليات دي في السودان اصبحوا سكان حقيقيين معاملة الناس اليوم يعني حسي مثلا السودانيين دير مثلا الواحد يقعد 50 سنة في امريكا يرجع يقول لك انا جاي السودان او يمشي السعودية وكذا. انا ما عارف السحر في السودان يا فيصل خلى الناس اللي يقعدوا هنا خلاص يبقوا سودانيين. نفتكر القبول الاجتماعي المعامل الحياة الاجتماعية انت لما تمشي في مجتمع وتعيش وتحس ان المجتمع يقبلك ويعتبرك جزء منه ما بتكون عندك مشكلة تانية. لكن لما تحس انك انت اجنبي او اوتسايدر يهو بتستعجل العودة الى مكانك. يعني في السودان ما في زول بيضطهد في قبول اجتماعي كان اجنبي صحيح. يعني هسأل المشيث الخليج انت بيضطهدوك اعتبارك انك لا في انا ما بتطهدوا انا خليجي لكن على الاقل انت لست مواطن عربي انت لست مواطن انت اجنبي حتى لو عملت باحترام تعامل باحترام كاجنبي ثم عندك أجنبي. سنوات ترجع الى بلادك لكن هنا لقوا قبول اجتماعي وبالتالي صاروا مواطنين. تعرف من اللطائف كده قبل ما ندخل بيحكي لي طبعا نحن عندنا مثلا في سوق ام درمان يعني كنا نقعد مع الوالد كده في هنود يعني خلاص يعني السودانيين بوظوهم خالص مش يعني يحضروا كرة العزو وياكلوا المرارة وما غايته خالص. فبيحكي لي واحد نكتة عنه قال لي واحد من الهنود ده في حي السوق ماشي الهندي جازة كده عنده بيت جميل جدا هم بيسكنوا دايما جنب الأسواق فقام نادى أولاد الحلة كده قال لهم أقعدوا في البيت ده أنا بمشي شهر وبجي وكده ويستخدموا المطبخ ده وكده والدولاب ده مليان هم طبعا عندهم البهارات عملوا حلتكم وحاجاتكم وكده لقوا البيت والتلاجات والحاجات تهيصوا يعني بعدين يقولوا أنا ما حلتهم دي ويجيوا يلقوا السبايس ده البهارات السمحة دي وكده وضربوا بيها الحلة وكده وهنا. فقال لما نجوا كده استلم البيت لقاه كويس جدا وكده فقالوا انفجر في موجة كده بتاعت بكاء وأنين وكده قاموا الأولاد ما لك احنا بيتك ده والله ما هبشنا حاجة بس إلا مطبخك وصال ما يكادين فيه ده والبهارات دي قال لهم طيب انتوا البهارات دي كلها استهلكتوها اليوم والبهار الاسود الفوق ده ما قال له انتوا مجانين ده ما جدي الرماد بتاع جده قال له. فانا كنت داير يا دكتور ناهد كده افكر في الموضوع ده انه هل
كيف تداخلات الأسر السواكنية دي زي ما بقوله؟ طبعا الناس الحمر دي الجماعة هناك بيقول لهم سواكنية. الزيجات اللي حصلت التداخل هل فيها عسر ولا كانت بتتم بطريقة طبيعية وكذا؟ هل كان عندكم زميلاتكم من جاليات مختلفة؟ كان التعامل كيف يعني؟ كيف كان تطبيع العلاقات؟ نحن لأنه برضو جزء للأسف الجزء الاجتماعي ده المرتبط بالنساء في السودان مسكوت عنه. نعم. الناس ما قاعدين يتونسوا به يعني. نعم. أو على الأقل بيتونسوا به لكن ما بوثقوه كده. نعم. كده فكر لي في زميلاتك والأعراق والتداخلات والزيجات. لكن وانت بتفكري نحن عايزين نستمع لأحد أغنيات بازرعة. إن عندنا ثانية لبازرعة لا وحبك. يا سلام. لم تكن أبدا. نعم. الليلة شغال لنا رفض. جبهة الرفض. لا وحبك. قلت حبك
الصخرة الأمينة فيه من عاطفتي معنى الإلفة والعشرة الأمينة يدعي ذا العشاق صداها وتفراح الدنيا الحزينة يدعي ذا العشاق صداها تفرح الدنيا الحزينة. وبرض يحصل تنسى عشك تنسى عشك تنسى عشك وفي النهاية لا وحبك لا وحبك لا وحبك لا 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 وحبك لا وحبك لا وحبك لا لا وحبك لا وحبك لا وحبك لا 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 وحبك لن تكون أبدا نهاية انت عارف نظرتك كانت بداية وما بتغير وما بتغير وما بتغير حبنا السامي تعرف يا فيصل طبعا الأغنية دي بكل هذا العمق والحنية ما ممكن كان يغنيها زول إلا عثمان حسين من أولاد السجانة أو فيصل من أولاد الصحافة ومهما كان طبعا زول من مدرمان ما بيقدر أي طبعا عثمان حسين يعني وذاته زول شجاع يغني لعثمان الهادي ظريف مدرمان عنده مبالغات كده لما يحب حاجه كده فمره انا ما حقول اسم الفنان يعني فهو دايما بيقول حاجات غريبه تعبر عن دهشته وفرحه وكده ففي مره فنان جه غنى في مدرمان فبعد انتهت الحفله كده غنى بطريقه عبقريه كده فقام حضنه كده سلم عليه وكده قال له والله يا فلان الكلام ده أنا جبته من مدير الأراضي الكلام ده أنا جبته من مدير الأراضي شخصيا قال لو ما أنت الحتة الفلانية دي كانوا مقسمينها مغابر على حال يعني الصحافة مع فيصل أصبحت حديقة عامة والسجانة مع عثمان حسين الزهور فتحت والزهور أصبحت مستودع للمشاعر السودانية وبور سودان ببازرعة أصبحت المكان الذي تشرق منه الشمس يعني
أنا أجل السؤال بتاع دكتورة ناهد اللي هو كيف تعاملتم مع يعني الجاليات هذه يعني كيف هو كلام الرجال سمحتوه يعني كيف يعني كيف حصلت لون هذه الهرمونة مع بور السودان والتداخل والتزاوج كيف صنعت هذه الأسر المختلطة بكل هذا الود والاعتدال يعني نعم في المراحل يعني الأولى اللي هي المراحل الدراسية في تمازج حصل بين هذه الجاليات في مدارس معينة فكان في مدرسة مثلا مدرسة كامبوني الجاليات اللي هي هسه ذكرها الأساتذة اللي هي الأقاريق ولا الهنود ولا الأقباط كان بيركزوا على إنه يكونوا هم في مدرسة كامبوني وبالإضافة إنه كان في مدرسة مصرية أفتكر الصقر المصرية إلى حد يعني وقت قريب أفتكر كانت موجودة فحتى الجاليات دي اللي هي يعني أتت من دول مختلفة ومن دول عربية ومن دول غير عربية حتى في بور السودان سكنت في مناطق معينة يعني حتى ما كان ساكنة كل الأحياء أو كل الديوم الذكرت دي فسكنوا في الحي الجريجي أو حي الأقاريق حي الأقاريق اللي هو حاليا بقى اسمه وسط المدينة وحي السوق ويمكن خور كلاب زي ما ذكر أخونا فيصل وفي نفس المناطق دي كان في المدارس فالتمازج يعني الأسر السودانية سكنت في نفس الأحياء فبقى لا محال إنه أبنائهم حيتمازجوا مع هذه الجنسيات والجاليات المختلفة في هذه المدارس ممكن أنا من الناس اللي قريت كامبوني يعني وعاصرت المسألة دي يعني في صغري كان معنا في الفصل أكثر من جنسية وكنا سبحان الله ما بنحس بأنهم هم أجانب يعني لكن كنا في ثقافة ممتزجة كده نشأت من هذه الخلطة وانتقلت حتى للأسر وانتقلت للبيوت بعد ذلك كان في العلاقات الممتدة بعد المدرسة يعني اللي هي النوادي في النادي العالمي وفي نادي التنس وفي نادي النادي القبطي حتى باسمه يعني فكان شيء طبيعي جدا انه في ارتباط لهذه الأسر ما بعد يوم العمل العادي ولا يوم الدراسي في النوادي المختلفة فالثقافة انتقلت منهم لباقي الأسر السودانية لكن حصل الزيجات سأل حتى انا برضو حتى الزيجات دي ما حصلت الزيجات بسهولة يعني الأسر دي كانت مغلقة نعم تتزوج من داخل الأسر يعني الأسر المصرية الأسر الهندية الأسر الزواج بالذات ما جاء إلا متأخر وقد نقول حتى متأخر جدا يعني متأخر شديد وهو في حد ذاته قليل يمكن للسبب ده بكل أسف يعني في وقت ظهرت حتى المشاكل الوراثيه في الاسر ظهرت يعني نتيجه للزواج من داخل الاسر ومن نفس الجنس من نفس القبيله حتى من نفس الاسره يعني بس شايفه في يمكن اقل من 10 سنين الاخيره دي حصل انه اتفتحت نعم بالذات الحضارمه يتزوجوا من كل قبائل السودان يمكن المصريين برضو في بور السودان تزوجوا لكن لحكم حاجات تانية حتى غير العادات والثقافات يمكن الدين وغيره ففي أسر ظلت إنها هي ما انفتحت على تعرفي الزواج يعني دكتورة نايد مرات يعني عندنا صاحبنا عنده نقطة لطيفة جدا طبعا السودانيين ديل للناس البيض كده يقوم يقول لك حلبة يقول لك ديلك حلبة أو يقول لك مثلا لما يثقفوا الناس يقول لك دي جالية البيضاء في السودان وكده عندنا صديقنا في الجامعة كده الناس وزعوا له الورق والكده بتاع الانتخابات أمشي الحلبي ذاك اديه له فهو عنده عبارة لطيفة جدا قال والله يا جماعة البيض ضير في كل الدنيا مضطهدين الناس إلا في السودان ففي عبارة بتاعت لطيفة كده أنتوا بتقولوا السواكنية لدرجة القصة دي بتمثل الناس ديل يعني كل الناس ديل الوافدين هم مواليد بس يعني غالبا ما يكون مواليد يعني
يعني الهنود ما بيدخلوا فيهم، الحضاري ما بيدخلوا فيهم. السواكنية دي هم ناس من المنطقة، لكن يعني كانوا في سواكن، ناس سواكن. لكن هم من وين؟ تجار. يعني لكن أصولهم غالبا من السعودية. أيوة. لأنه في يقول لك سواكنية وجداوية. أيوة. جداوية دي المنسوبين لجدة. لكن يعني السواكنية دي هم ناس من المواطنين السودانيين اللي عاشوا في سواكن واختلطوا بجنسيات مختلفة وجو تولد منهم. وهم خليط من سودانيين وأجانب، أجانب اللي هم مصريين وأتراك غالبا. مصريين وأتراك فيها خلطة، لأنه سواكن ذاتها تابعة للباب العالي. أيوة. تابعة للباب. أخونا عمر محمد الحسن الله يرحمه، عمر كاهن، بيحب كابلي جدا، فبيحب يضخم له الحاجات المرتبطة به. فأظن عبد العزيز الكابلي كان مدير سواكن، مدير المينا ولا حاجة. ما كان مدير المينا. جده كبير. أي جده الكبير كان مدير. كان في سواكن. أي كان في سواكن مدير المينا وكده. فعمر بيضخم اللي يحب كابلي جدا وكده. قال لي تعرف تعرف إنه كابلي الكبير ده معين السلطان عبد الحميد شخصيا بقلمه. يكون معين السلطان. خلافة تركية قال لي معين. أنا يا فيصل يعني حسنا نتكلم عن بورسودان، نتكلم عن نيالة، نتكلم عن حلفة. عندنا الحنين القومي ده، إنه يعني بالقانون المدني والوطني إنه ده بلدنا، ممكن في أي وقت الزول يمشي يقعد فيها يسكن فيها كده. لكن دائما الزول اللي بيكون مولود له في مدينة هو الوحيد اللي بيقدر يقول بورسودان مدينتي. يعني حقتك كده. أنا دايرك تقدم اعتراف يا فيصل، ماذا أضافت مدينة بورسودان حينما تقول بورسودان مدينتي في شخصية فيصل محمد صالح الكاتب والصحفي والشاعر؟ يعني ما هي الميزات التي أعطتك لك هذه المدينة الساحرة؟ والله التكوين كله، لأنه أنا لحد ما تخرجت من الجامعة أنا من بورسودان، يعني كل النشأة. صديقنا عادل باز بيتغاظ لما نقول انا بديت من الروضه لحد بتاع، يقول لي زمانكم كان في الروضه. يقول لي يا اخي ما دي واحده من مدينه حديثه. انتوا من الاولاد اللي ما قروا خلوه. ما قريت خلوه والله يا معلش، قريت روضه. ممكن منطقتنا ما كان فيها خلوه، كان فيها روضه. فما زال قاعد تغيظ عادل الباز، فانا القى فرصه اكرر له مره انه من الروضه لحد الجامعه انا في بورسودان. طبعا المراحل كلها. لا ولدت في الرهبات كمان. رهبات كانت في بورسودان. لكن الروضه الابتدائي المتوسط الثانوي، بعد ذاك لما مشيت الجامعه مصر بنمشي من بورسودان. بورسودان برضه من ميزاتها في طيران مباشر بينه وبين القاهره، فحتى ما كنا بنمر بالخرطوم يعني. بنمشي بورسودان مباشره وبنلاقي راجعين من بورسودان بالطياره الى من القاهره لبورسودان مباشره. فالتكوين ده كله بورسوداني بالضروره. يمكن يكون في جزء مني انه انا يعني جدي ابو امي في الحصيصه في الجزيره، تقول قلت بورسودان والحصيصه المدينتين صناعيات، انا بنتمي لهم الاثنين. فنحن في الاجازات بنجي الخرطوم بنمشي الحصيصه، الخرطوم حصيصه مدني في الاتجاه ده يعني، لانه بورسودان في الصيف زمان شغيله فيصل. نحن اولاد شغيله حقيقه. انا قبل يومين كنت بتكلم في حاجه بتاعت اولاد بلدنا، فالفنان كان بيغني نحن من قوم وني بتاعت انا سوداني انا عمروا الارض حيث ما غطنوا. قلت له بس دي نحن عمروا الارض حيث ما غطنوا، دي نحن ذاتنا. فالتكوين كله، والتكوين ده زي ما قالوا او شيل الكلام اللي اتكلم عنه الاساتذه والاستاذه ناهد، ده كله دخل فينا يعني. التمازج مع المجموعات المختلفه اللي دخل فينا. بعدين بورسان كانت مدينه قارئه بالمناسبه، كانت مدينه قارئه جدا يعني، الجرايد والكتب والبتاع بتصلها. الان يمكن يكون فيها اشكالات برضو يعني. احنا قرينا الصبيان، يعني احنا قرينا ميكي وسمير، كانت متوفره طوال، بتكون موجوده في المكتبات، بتشتريها من اقرب مكتبه في الحي بتاعك. لما كبرنا شويه بقينا نقرا المجلات المصريه واللبنانيه موجوده، امسيات ثقافيه فيه، عروض فنيه فيه. يعني مثلا فنان زي الفاضل سعيد رحمه الله ارتبط ببورسودان ارتباط شديد. كان بعد ما يقدم مسرحيته ببورسودان العرض الثاني لازم في الخرطوم، لازم يكون العرض في بورسودان. وكان في حركه مسرحيه ببورسودان. في الاخر لما وصل لمرحله انه قدم عرضه الاول في بورسودان قبل ان ياتي بالخرطوم، وتوفى رحمه الله في المسرح في بورسودان. يعني ارتبط بها ارتباط قوي جدا، احنا ارتبطنا به، وكانت في حركه مسرحيه. فمدينه مثقفه، ولعله ده اللي خلاها مميزه جدا في مساله الصحافه.
يعني بورسودان الان المدينه الوحيده في السودان عندها صحافه محليه غير الصحافه القوميه. يعني عندنا 3 صحف في بورسودان. انت ذكرت بورسودان مدينه دي اسم صحيفه بالمناسبه، اسم منظمه اصلا قامت واصدرت صحيفه في بورسودان اسبوعيه، ثم جاءت امواج وصوت برؤوث، 3 صحف اسبوعيه بتصدر في بورسودان. بفتكر دي ميزه كبيره جدا، ويوري انه حتى معناه في بوتنشال بتاع صحفيين واعلاميين شغالين بينتجوا هذه الصحف. انا بتذكر يا فيصل المرحوم الدكتور سيد احمد نقد الله كان من بورسودان. نعم. طيب كده ورينا الصحفيين الذين جاؤوا من بورسودان. احمد البلال الطيب وتيتاوي قرب بورسودان بالمناسبه، يعني الدكتور محي الدين تيتاوي مطلب الفحل. احمد البلال الطيب قرب بورسودان، انا ما كنت اعرف والله غريب عبد المطلب الفحل قرب بورسودان. في صحفيين محليين طبعا من بورسودان واعلاميين ديل موجودين كثر جدا، يعني في التلفزيون محمد جمال وهيام الطاهر ومجموعة من الإعلاميين زي ديل. شيبة الحمد عبد الرحمن من الشباب الجداد. يعني في ناس مروا على بورسودان، يعني مثقفين وكتاب وصحفيين مروا كده. أنت هنا أقف لي في بورسودان الثانوية. بورسودان الثانوية مروا بها ناس كتار جدا، منهم مصطفى سيد أحمد مثلا، الفنان مصطفى سيد أحمد قرأ في بورسودان الثانوية نحن وغنى في بورسودان الثانوية، نحن صغار شفناه بيغني يعني، وحضرنا له ليالي في بورسودان، وغدار دموعك دي ارتبطت ببورسودان لأنه مصطفى غناها وبعدين سافر لبورسودان خلاها فوارث فنان فاروق صديق، فاروق محمد صديق. فنحن لما حتى في ناس كتار كانوا بيفتكروها حقة فاروق، لأنه مصطفى لم يكن أخذ زي 10 سنين يمكن والله حاجة زي دي لحد ما طلع في الإعلام في السودان، لأنه كان أنتم منكم الجمهور ومننا الفنان. انا افتكر انه عبغريه المكان طبعاً هو لا لا هو طبعا ناس بورسودان يعني يحسنون استقبال الناس كما يحسنون استقبال البضائع يعني. مصطفى سيد احمد وصالح الضي صالح الضي برضه هاي طبعا ظهر من بورسودان جاي من الابيض يعني. مصطفى سند كتب مصطفى سند كتب جزء كبير من شعره في بورسودان بالذات البحر القديم، وكان شغال في بورسودان، وافتكر انه ألهمته بورسودان، بورسودان المدينه وبورسودان البشر، مؤكد انه ألهموه والبحر. وانا عشان كده جايب كنت متمني انه لو فيصل غنى يا رب البحر اشهد يا سلام هنا كان مقعدي، لكن ان شاء الله يغنيها لنا في مره جايه لنا اولاد المدارس بتاعتك لاولاد مدارس بورسودان اقري لنا اولاد المدارس عشان والله يا حسين انا اتوسل والله يا اقري لي منها حاجه انا ما حافظها لان هي كتبت كهزوجة يعني. طبعا احنا دايرين نقول للصحفيين انه احمد البلال يقول انا جني وجن الشعر، فانا دايرين نقول انه فيصل جن الشعر كده قرينا واحد من قصائدك. انا ما اسمع منها، انا ما حافظ ما قاعد احفظ عاده، لكن اولاد المدارس في قصيده مرقه كده. انا المطلع الاول قلت ده حقيقي كتبته زمان ما كملته بالمناسبه. المطلع الاول بتاع بورسودان ده كانت حاجه لازم نسمع منك حاجه ان شاء الله برقيه شعريه من الدفاتر القديمه. اقول لك مقطع ثاني في الحاجه الاولى اللي قلتها، انا قلت لك بيل بسائلك يا عيون المينا لو في يوم صدق وعدك، اسائل عن حبيب سافر وما بيقدر يطيق بعدك، يفتش لو اللي قالوا دفى لهيب اشواقه لو يطفى، يجرب من نعيم قربك تبشره شعله المصفى، وسائلك يا عيون المينا لو تصدق معاك عيون تفتش عن حبيبه هناك بقد جفوة حبيب مغبون، يفتش في هدير الموج رحيل زمن الشقى البكاي، وهل عطر المودة هناك والله تشال مع الهبباي. يا سلام الهبباي برضه حقتنا تشال مع الهبباي.